إذن مشاهدينا متواصلون دائما معكم في هذا الموعد الإخباري. إذن كما شاهدت يعني كما تعرفون شهدت الساعات الماضية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة مرتفعة يعني عن معدلها أقول الفصلي بدرجات كثيرة. سنتحدث ربما عن هذا الارتفاع أو موجة حر إن صح التعبير. الشيخ فرحات ضيفي هنا في البلاطو خبير في أحوال الطقس والبيئة، صباح الخير، ويعني تفسير عن هذا الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. صباح الخير فيروز، والصحة ربانكم على كل حال. الوضعية الجوية اللي تعرفها شمال إفريقيا حتى بعد شبه الجزيرة الإيبيرية بيقول إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا ارتفاع محسوس فيما يخص درجة الحرارة. سبب التحا هي اون ديبريسيون، ضغط جوي منخفض راه في السواحل تاع البحر تاع المحيط الاطلسي، خاصه على السواحل تاع الصحراء الغربيه على هذه المنطقه وجزر الكناري. هذا الضغط المنخفض هو اللي يخلي هواء سخون يطلع من الجنوب الجزائري من الصحراء الكبرى الى المناطق الشماليه وبالاخص الغربيه وايضا شويه الوسطى، بينما في شرق البلاد تبقى مرتفعه. وهذه الوضعية هذه ستستمر إن شاء الله حتى تقريب يوم السبت. يوم السبت نرتقب درجة حرارة تقارب حتى ل 40 درجة على عدة مناطق غربية، بسبيل المثال مغنية بعد الدوائر تابعين لولاية تلمسان، جهة معسكر، وهران حوالي 36-37 درجة، العاصمة تفوت 32 درجة. وهذه الوضعية هذه رجع هذا الضغط الجوي لازم يتنقل يكون يقعد في المكان تاعو وتبقى تستمر الحراره ان شاء الله ابتداء من الاحد الجاي يعاود، يعني اسبوع سيشهد نعم ارتفاعات في درجه الحراره. نعم يعني لو تعطينا معدلات تقريبيه لدرجه الحراره، ما نقول المعدلات تاع الفصل لانها نقدر نقول مازلنا في فصل الشتاء. في الحقيقه الحراره كما تلمسان ننتقبوا حتى 38 درجه مئويه بعدين، هي في الحقيقه 15-16 درجه المعدل الفصلي تاعها، راهي دوبل على كل حال دوبل. مي ابتداء من الحد تعاود تنخفض وتعاود تولي المعدل الفصلي تاعها. يحب يقول كاين في الاماكن نبحروا حتى تقريب 15-18 درجه. شوفي الناس كاين بزاف يحسوا بفصل الصيف بداوا يعرفوا لازم كاين حاجه اللي حبيت نقولها للمواطن ونقول للمسؤولين تاع المناطق هذه وين صارت تعرف ارتفاع في درجه الحراره، يبالكوا لان هذه العوامل المناخيه ملائمه لظهور حرائق الغابات. لأنها كل عوامل مع الحرارة مع نسبة الرطوبة ما يشطلها، بيقول هذه العوامل المناخية تخلي يعني ما هي الإجراءات الاحترازية التي لابد ربما اتخاذها لتجنب هذه الكوارث؟ الكوارث الإجراءات الإنسان صرت مع شهر رمضان صايمين ومع الحرارة مرتفعة لابد يبقى بالكما يقول الحوايج اللي لابسهم، لأنها الأسبوع لو جاي تعاود تنخفض الحرارة وإن شاء الله عودة الأمطار إن شاء الله في أواخر هذا الشهر مارس هذايا، لأنها في 21 مارس يقول لك باللي هو يوم العالمي للماء تاع الشجرة. يوم العالمي للماء هو يوم 22 مارس، ويوم 23 مارس هو اليوم العالمي للرز الجوي. هذو ثلاث أيام هما في السنة معروفين فيما يخص الطبيعة وفيما يخص المناخ وفيما يخص هذه الإجراءات. يعني هو ليس دخول مبكر لفصل الصيف، يعني فقط حتى الناس لا يتهورون حتى في اللباس وفي نعم يتهور كيف زبطك. لابد الإنسان ياخذ الحذر تاعو لأن فصل الشتاء مازال ما قالش الكلمة الأخيرة تاعو، مازال الأمطار حتى ولا حب ربي يقدر يجينا شهر أفريل يكون فيه أمطار فيه ثلوج، نقدر نرتقبوا بعد الثلوج ما نتفاجئوش لأنها رانا في فصل الشتاء وبداية ما يقول لك في آخر شهر مارس يعني وبداية أصلا طويل. الشتاء ربما كانت متأخرة نوعا ما متأخرة، والحمد لله الأيامات اللي فاتوا خاصة عدة ولايات شرقية وين عرفنا فيضانات كانت الامطار دارت حاله الله يبارك الحمد لله، نسبه كما يقول لك الكميات اللي راحت للسدود كانت مرتفعه الحمد لله. من شهر ان شاء الله هذا اواخر مارس هادويا وبدايه افريل يكون فيها امطار ان شاء الله باش يكون موسم فلاحي يكون لاباس
والإنسان كما يقول لك يولي العقل تاعو برك. أنا قلت لكم الحذر مطلوب خاصة فيما يخص عدة ولايات غربية اللي تقدر تكون فيه بعض. نعم، ما هي أقصى درجات التي يمكن أن تسجل خلال يعني يمكن قول أسبوع من اليوم ستبقى درجة الحرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي؟ تقدر اليومات هادو اللي اليوم جايين إن شاء الله ننتقب حتى 36-38 درجة على عدة ولايات غربية على البلاد، وتقارب 40 خاصة يوم الجمعة والسبت، 40 درجة في عدة مناطق في بسبب المثال ولاية تلمسان، معسكر، ولاية وهران، ولاية عين تيموشن، شلف، غليزان، هذه الولايات. وكذلك الرياح اللي تكون قوية، لأنها الرياح وين راح تجي؟ تجي من الجنوب، هي اللي تخلي الحرارة مرتفعة وتنخفض فيما يخص نسبة الرطوبة، جاية من الجنوب، يكون فيها شوية كما يقول لك تطير الرمال خاصة على ولاية النعامة، منطقة مشرية، عين الصفراء، يكون كما يقولوا يسموه الناس المنطقة هذه العجاج والغبار هذاك اللي يكون مع الحرارة مرتفعة تهم هذه المناطق. شكرا جزيلا شيخ فرحات على كل هذه التوضيحات. إذن مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.